ترحب مملكة البحرين باستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بوقف قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن للعمليات والأنشطة العسكرية لمدة 72 ساعة، وبما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن. وتؤكد مملكة البحرين على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذه الهدنة من أجل استئناف المفاوضات الرامية إلى إعادة الاستقرار والسلم لأبناء الشعب اليمني الشقيق. وتجدد مملكة البحرين موقفها الراسخ الداعم للشرعية في اليمن إلى أن تتمكن الحكومة بقيادة فخامة الرئيس هادي من إحكام سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية والتوصل إلى حل سلمي وفق اتفاق سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني ويحفظ له أمنه واستقراره ووحدته، وذلك وفق المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كونها الضمانة الحقيقية لتسوية سلمية ودائمة بين كافة الأطراف في الجمهورية اليمنية.